سريع مهم ونرجع نقدم تقرير تاني وراها مهم كمان جدا. اول تقرير بس هبدأ بيه الحقيقة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وما زال حتى اللحظة قائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، قام بجولة تفقدية في العاصمة الإدارية الجديدة، كان الهدف منها يمكن متابعة سير تنفيذ المشروعات. تفقد أول نموذج لتشطيبات منطقة الفيلات في الحي السكني هناك اللي بتنفذه وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية الجديدة. الحي السكني الأول يمكن إحنا شايفين جزء منه دلوقتي، زي ما إحنا شايفين في الصورة دلوقتي، الحي السكني الأول فيه 25 ألف وحدة سكنية، مساحتها تتراوح بين 100 متر و180 متر مربع تقريبا، وفي ما يقرب من 1000 فيلا في مساحتها ما بين 230 و328 متر مربع. الحقيقه الدكتور مصطفى مدبولي وهو في الجوله دي اكد انه في منطقه الفيلات اكد انه العمل يمكن يبدا فيها، العمل بدا بعد عيد الاضحى المبارك مباشره، يعني بنتكلم على حوالي 3 شهور ونص تقريبا، فده الحقيقه مش وقت كبير ان احنا نلاقي النهارده انه الابنيه موجوده بالفعل يعني، وكمان اساسا البنيه التحتيه بتاخد وقت اطول بكتير كمان من ده. ووضح انه الفيلات دي تشطيب كامل كلها، تصميمات مختلفه، فيها تصميمات حديثه او مودرن وفيها تصميمات كلاسيك عشان يبقى في كل يعني تراعي كل الأذواق. هنشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع مرة تانية نقدم تقرير آخر مهم، خليكم معنا. احنا عندنا هنا حوالي 1000 فيلا، ويمكن تقريبا احنا طلعنا بالهياكل الخرسانية لأكثر من نصف هذا العدد والباقي شغال. هنا يمكن احنا بنشوف تشطيب نموذج لتشطيب أول مجموعة من الفيلات. احنا جاي عاملين حتى هذه الفيلات بتصميمات مختلفة، فيها منها الطابع الحديث وفي طابع الكلاسيكي، بحيث يبقى نراعي كل الأذواق اللي موجودة في هذا المشروع. طبعا أيضا يعني هنتفقد برضو العمارات السكنية. الحي ده زي ما حضراتكم عارفين هو حي متكامل لكنه مدينة مصغرة، هيبقى فيه كل شيء، فيه مش فقط العمارات والفيلات، ولكن هناك مباني الخدمات، المدارس، في تصميم لتسع مدارس موجودين. بالفعل احنا يعني خصصنا هذه المدارس لمدارس بالفعل تقدمت ليها وهتبدأ انها بتنفذ معانا هذه المدارس، في مباني خدمات تجارية إدارية صحية، كل شيء هيبقى موجود في هذا الحي ان شاء الله. احنا نطاق عملنا في المنطقة دي اللي هي الR3، واخدين مشروعين D3 وD4، المجاورة الرابعة والمجاورة الخامسة، عبارة عن مشروع فيلات حوالي 1000 فيلا، ونسبة الإنجاز اللي تمت حوالي 38%. بالنسبة لمرحلة التسليم الأولى، يعني المشروع هنا ابتدى في 2/7/2017، في حوالي فات من المشروع مدة زمنية من 6 شهور تقريبا. المشروع عبارة عن 963 فيلا مقسم إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي تسلم في شهر 7/2018 دي عبارة عن 130 فيلا، والبقية المراحل شغالين فيها خرسانات حاليا وحفر وإحلال بنود مكاملة، طبعا طبقا للبرنامج الزمني اللي احنا مقدمينه، البرنامج الزمني المتفق عليه. نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى اللي هي تسلم في شهر 7/2018 حاليا 38%، وبقية المراحل شغالين فيها بنسب إنجاز برضو متقدمة بتفوق البرنامج الزمني اللي احنا مقدمينه والمعتمد من الجهاز والهيئة المجتمعات. طبعا النهاردة في منطقة الفيلات دي، منطقة عبارة عن مجموعة من الفيلات المنفصلة والمتصلة، كان تقترب من حوالي 1100 فيلا. احنا النهاردة الحمد لله الإنجاز زي ما حضراتكم شايفين، يمكن عدينا تقريبا الخرسانات كلها بالكامل أو قربت على الانتهاء، ابتدينا مرحلة التشطيبات. ان شاء الله في شهر 6 اللي جاي هيبقى عندنا اول مرحله بنسلمها من هذه الفيلات، تقترب من 150 ل 200 فيلا هيكونوا منتهيين بالكامل، هنبتدي نستلمهم بالتدريج. يعني حضراتكم شايفين حجم العمل، بصراحه الواحد لما يجي العاصمه بيبقى سعيد جدا، لان يعني الانجاز فعلا بيبان على الارض، زياره عن زياره بتفرق. المدينه ظهرت خلاص النهارده بقت بكل متفاصيلها، الناس حتى اللي بيجي يزوروا حتى اللي ما لهمش علاقه بيفاجئوا من حجم الاعمال اللي بتطلع في الوقت القصير. يعني الواحد لازم يوجه الشكر كل السادة الزملاء معانا في الوزارة والهيئة والشركات العاملة، فعلا بتشتغل مش بس انها كشغل، بتشتغل بحب، بتشتغل بإنجاز، بنحاول نضغط المواعيد والحمد لله الإنجاز باين.